تضمنت وثائق أرشيفية بالغة السرية تخص الاتحاد السوفيتي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان عميلا للجنة أمن الدولة أو المخابرات السوفيتية، كان عضوا في منظمة التحرير الفلسطينية بالعاصمة السورية دمشق. في المقابل نفى مكتب أبو مازن ما جاء في هذه الوثائق، واعتبر التقرير حملات لتشويه سمعة الرئيس، فيما رفض مكتب الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على هذه الوثائق. مجلس الأمن حث الأطراف في اليمن على استئناف المشاركة.